النصهري المحترم حبيب قلبي وروحي بين ليلة وضحاها تحول من شنتير صغير لحنشل من الحناشة الكبار كتير كتير وصار مدير. اسمح لي اقول لك يا شفي ألف مبروك وإن شاء الله بتصير أكبر وزير. طيب طول بالك لسه بكير كتير على هاي شغلة وزير. ما بتصير. بعدين انت منين طلعت اللي فيها هاي شغلة مدير؟ يا اخي مدير حسابات. محاسب. لك هي مرق له اياها ما يرفع من قيمتها. ما بصير مرت عمي بيوراق بصير في لبس بعدين. لك بصير صيت غني ولا صيت فقر. العمى شو لوح. طولوا بالكم خلي طولوا بالكم. خليش للبديع يعني يخلص ما دخلته. يا صعي خلصونا رد العود وعم دوزوا يلا غني خلصنا يلا. كف لسه البديع كف. ايه عمي يا بديع. اسمه جافي دبولي ظهري انشل كام رصاصة تحسبا حاكم المخزن فضي معي سيدي شو سيدي ما حامل سلاح بلا معي سلاح سيدي بس شو قوصته بعرس ابن عمتي سيدي نعم ليش مالك عارف انه اطلاق النار بالاعراس ممنوع امين العام تبع الامم المتحدة مو محاسب مواهب الله تجدي مولاي يرتع جميع خلقه خب هاي شوية مصاري من خالتك مهاني بدك كم كيس سمنتو صيح لله بدك طب سقف المطبخ تبعها لكن خليها تقدم طلب طلب شو؟ طلب شمينتو على الرخصة رخصة شو؟ ليش في بيت هون برخصة كله مخالف هلا ما عاد يمشي الحال بسقف التوتية ما عاد فينا إلا تصب سقف التوتية ما فينا ما تبعزق مصرياتها هيك وهيك لشو هالبزخ كله شي قال في هيك العظمة بيضل طول الليل عم يرقص على الواحد توتي ما عم يخليهم يعرفوا يناموا شو هالسلبة هي؟ شلون بده يرقص لهيك العظمي؟ على هيك العظمي عم يرقص على الاسطوح. لك جني داري البيت تبعهم مسكوني لطيف. يروحوا لعند ابو زكي يكتب لهم حجاب بيجيب اجله. ما قدر ابو زكي عجز عنه. ابو زكي ما بيعجز، بيكونوا هن ما فتوا له مصاري منيح. فتوا له وطالع اثنين غيره. شلون قدر يطالعهم وما قدر يطالع هذا؟ لك جذبه. هدوك الاثنين ساكنين بعقد سياحي طالعوا مثل الكلاب اما هان اجار قديم لا هي خرطة بتتصدق مرت عمي بتقول بدها شمينتا وخلص بدها ستة كياس ستة مو كتير وعدتها صهري ما بدي اطلع كذابة قدامها لا مرت عمي ولو معاش اللي بيطالعك كذابة انت على العين والراس خلص كرمال عيونك رح زيدهم كيس كمان هلا لا تنطمز وتعنفس فهمني ليش مو عاجبتك شغلة الحارس الليلي شغلة ولا أحلى من هيك دي ليكس ما بقدر ضل سهران طوال الليل بعدين بتكون ياني للصبح ضل على أصاب رجلي السن له حقه أولا الحارس الليلي ما بيضل واقف على أصاب رجلي للصبح ثانيا بيدخل بالبراكية وبيبرك وبينام ثالثا شغلة الحارس الليلي إنه يفتح الصبح يسكر المساء أبو طمزة بصراحة مو بس هيك
مسلسلات بيجوا بوقت الشغل وانا متابع. في تلفزيون هنيك يعني غير نحكي بالمشرمحي؟ احكي بالمشرمحي. بصراحة صهري انا ما بقدر نام بغير مطرح واترك مرتي نايمة لحالها بالبيت، ما بقدر يا اخي. هلا لا تتحجج فيني، هنيك نايم وهون نايم، شو فرق؟ ما بكفي تشوز متأخر ومضيت عمري وحداني، وهلا بدكم ياني مضي اللي باقي لي حادث ليلي؟ بدك تخبيني بنت بنوت، لك ان شاء الله بموت، الله يقصف عمري وريحني منك ان شاء الله ما تليت انت يا ابو طمزه يا ابو طمزه، ما بدها هالتعصيبه كلها، حبيبي هدي وروق، بعدين انت مو كل يوم هنيك، انت يوم هون يوم هنيك، يوم ايه يوم لا. أنا ما بقدر أشتغل بالليل، لك أنا بخاف بالليل بخاف. ما بدي أشتغل حارس ليلي، يعني ما بدي أشتغل حارس ليلي، خلاص لا تحرجوا، خلاص حلوا عنه. طيب طيب فهمنا خلاص، شو بتحب شغلك؟ بدي مراقب عمان. خلاص عينتك، أنت هلا مراقب عمان. مراقب؟ أنا صرت مراقب، أبوكي المسؤولية. أنا ما بصدق عيوني، أهلا وسهلا بأبو نجيب. تسلم تفضل تفضل ارتاح تفضل. خطوة عزيزة كثير يا ابو نجيب، عزيزة هالخطوة. تعي هذا سلمي على عمو ابو نجيب. مرحبا عمو ابو نجيب. اهلا اهلا عمو، اهلا. ما معقول ما معقول انت غادة، ما شاء الله يا ما صرتي كبيرة هيك وعروس، بتعرفي يا غادة رجعتيني هلا لورا لما كنت صغيرة وسرقت الليمونة من عند كان ابو وصفي وجبتك لعند امي. ما معقول عمو ابو نجيب، يا سلام على الكلمة ما احلاها، هيك الواحد بحس حاله قريب مو غريب. تشرب شاي ولا قهوة عمو ابو نجيب؟ الحقيقة حاسس في نفخة، يا ريت كاسة كمون. من عيوني وحاعصر لك فوق ليمون. شكرا يا غادة. وانا صرت مراقب عمال عمو. عمد دباب بيطلع من جيل اولادك. روح روح هلا عاوز تعرف انا. خذوا راحتكم بالحديث. تفضل ابو نجيب. هي حكاية حكيتها وبحبك خبيتها. بقى خلينا نفوت بالموضوع يا شفي. فوت مين ماسكة؟ لا تعصبني يا شفي، انا الي موضوع واحد عندك ما في غيره. بقى إلك ولا للدين؟ خسى أبو الحصين. صحيح، على ذكر أبو الحصين، بتعرف شو بيعمل أبو الحصين؟ بينفخ بطنه وبيتلقح على ظهره وبيرفع الأرض. شفي لا تعصبني وخلينا ندخل بالموضوع. عندكم بالمستودعات دهان؟ عنا. هالمساجين اللي عندي عبولي الحيطان كتابات بذيئة، أم فلان وأم علتان ورسوم خليعة، صار منظره بيقرف. بقى قلت يا ولد مالك غير شفي؟ لا محشوم، انت اكبر قدر يا ابو نجيب، شو هي ولد وما ولد؟ شفي خلينا بالموضوع بقى. قدم طلب، انتو دغري بيعطوكم، مدعومين يا اخي، اطلبوا لبن العصفور بيحضر عندكم فورا. الحقيقة يا شفي هاي شغلة الدهان مبادرة ذاتية على حسابي الخاص، ومو حابب تنزل بالسجل. خلاص تكرم عينك، بكره بجيب لك سطلين دهان ومعاط هالنظارة معك. 12 10 الماسي واثنين مذهب، هيك قالت لي. بده يدهن النظارة مذهب. منجرب، شو طالع من جيبتنا شيء؟ أبو نجيب، أنا مشتغل بزماناتي بالدهان، وبعرف إنه سطلين دهان بكفوا النظارة كلياتها وبيزيد. يزيد أحسن ما ينقص. واللي بيزيد ما راح نكبه، أنا البيت عندي لازمه دهان. خلاص على راسي، ومن عيني هاي قبل عيني هاي. بيني وبينك يا شفي كنت ناوي اعمل النظارة كلها سيراميك، خليهم ينبسطوا، بعدين قلت لحالي بعدين مين راقد ورانا بنلحق نعملها. في كلب مكلفيني اوصوا عنكم هون بالحارة، قلت بطريقي بعملكم زيارة. اهلا وسهلا عمي. اهلا يا بي، شو نحن ما بنخطر على بالك غير وقت اواصل الكلاب. مو هيك القصة، بس الكلاب بحارتكم قليلة. ايوه زهرة، حطي 10. ايه انا اللي بحط 10. ما في داعي، علي كلاب كتير الليلة، بس بدي احكي كلمتين مع بديع وامشي. امور عمي. في رفيق مولع بصيد السماء، ذكر قدامي انه بده دولاميت، تذكرتها. تذكرتني الي ليش عمي؟ الشركة تبعكم بتمد خطوط ما بتمد؟ بتمد. معناها بتحفر كمان ما بتحفر؟ بتحفر. معناها بتعمل تفجيرات صخور ما بتعمل؟ بتعمل. ها ها، بدنا من عندكم كم اصبع ديناميت؟ في عندكم ما في؟ اصابع ديناميت، اصابع ديناميت. عمي عمي شو دخل الصيد بالديناميت؟ شو دخل الصيد بالديناميت؟ قل لي. على الكهرباء ما في امان،
من كم يوم صار معه مشكلة، حرم بالكهرباء، حط الشريط بالمي كان روح أكثر من 20 واحد عم يسبحوا. وبركدر روح حدا بالديناميت؟ المحل تبع السباحة بعيد، بعدين هي مشكلته. شو مشكلته؟ إذا سألوا منين جبت الديناميت وقال لهم أنا شو بصير فيه؟ مين بده يسأله؟ إذا لقى. ومين بده يلقطه؟ يلي بيلقطه. ما في أكثر منهم اللي بيلقطه. لا تخاف، ما حدا بيلقطه، لأنه شغلته يمنع الصيد بالبحيرة. هي محمية أسماك فيها أنواع نادرة. إذا هو المسؤول ما في مشكلة. قديش بده؟ كم أصبع؟ قد ما فيك جيب له، 100 200. 200؟ إيه 200. مو لحاله بيصيد، كل يوم بيجي ضيوف وبلاش ما بده، كل شي بحسابه. زهرة، أنت شو رأيك؟ أنا ما بعرف، هي شغلة مو شغلة نسوان. خلاص بطلنا. روق عمي روق. لا شو روق؟ أول مرة بطلب منك خدمة، كنت بفكرك رح تقلي تكرم عينك عمي، ما بتطلع من هون قبل ما تاخذ تلاميذ، وعم تاخذ لي رأي مالتك كمان؟ تضرب أنت واللي جوزك يا بابي. روق عمي خلاص، ما بيصير غير اللي بدك يا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين مرتي؟ شو وين جوزي؟ ليش ما اجى معكم؟ جوزك زعيم ما بيجي غير بالمكرو، اما نحن يا حصرتي بنجي بالطبون. يبقيك بدي قتلك على المرا. والله لا 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 مرتي زهراء. والغسل ما بيجي غسل. امسكي بتعرفيني على الرباط اوان. تكرم عينك. تعمل وطنيات على كتافي؟ مو قصة وطنيات بس هيك كتير. عمي انت بقلب المستودع، صحح لك طلط ما خف وزنه وغلى ثمنه، انا غير خشب وشمينته وحديد ما بيصح لي. اتم باب العزاء انا مشانه. روح من هون. ايه اهلين سهلين. صباح الخير. صباح النور، طمني كيف الشغل؟ اكلم على سكلمة. شوفي بالكيس؟ وبنبت مي. شفطها؟ لك يا رجل حياك لها الصدى بالمستودع، التحالي منجيب انا هون نستفيد منها. يعني مال حلال؟ ايه طبعاً، لكن إذا طلبت برجعها. هيك ها بديات مطيع بديع يا حبيبي، ما وصيتك لا تنسى. لا أمي بتذكر، وميت يوم كمان. سلام. شو أبو بغزي شلون؟ تمام منيح إن شاء الله. مضيت على خير؟ مضيت، بس في موضوع بدي أحكي معه. موضوع شو؟ الحقني لألك لجوا يا معين. على مهلك. خير شوفي. اجا المدير خطوا الحديد وطول الشمنتو. وان شاء الله حكيت معه شيء؟ عم بقول لك المدير شو بدي احكي معه، وبعدين انا شو دخلني بهالشغله؟ ان شاء الله صحتين على قلبه. ايوه اوعى تحكي معه شيء. برافو شفيق، بلشت تشتغل بالاطنان. بكير لسه على قد الحافك من مد رجلينك. لك الحرامي ما عنده الحاف، قد ما مد اجريه ما حدا شايفه بالعتمان. نحن حراميه مراخيص، على قد رخصتنا نشفو. الله يديم علينا هالرخصه. شو جايب ابو طنزي؟ طلبت مي كنش، قلت له لبديع مصدية. وشو ناوي تساوي فيها؟ بدي بيعها واشتري محلها وحدة عتيقة احطها بالمستودع. لك ما حدا حاسس. برافو عليك، وانا طول عمري بقول عنك اخرو، اذيني بقتلي. لك انا اخرو؟ لك شو بدي اعمل حتى يرضيكي؟ ان شاء الله بتعدميني يا ربي، ان شاء الله بخلص منكم. لك اشتغل واشتغل ما بتبقى. لك انا عيانة، لاني ما لقيت بطول ان شاء الله بتعدميني. انشطح على قلبته. أبوك يا خراب، لك شو صاير بالبيت؟ لك أنت فهمني. لحتى فهمك أنا بعدين شو قادر مساوي؟ شو جايب معك؟ باب المستودع. يخرب بيتك، حدا بيعمل عملتك؟ فاكك باب المستودع وجايبه معك، هلا بيكون وهابوه هبي أحط وصحيح. ليش بقي شيء يتأحط؟ شو قصدك؟ لك رحت لأسرع شغلة ما لقيت، لك مسمار واحد ما لقيت، الحيطان كله مبخشة، ما لقيت بوشي غير هذا الباب، قلت لحالي لأشبطه قبل ما غيري ينشئن عليه. يخرب بيته على هالعملة. نزلوا الشارع، حاجتنا فضايح.